بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 22 من الكتاب 17، كتاب النكاح، باب حكم العزل. من ضمن أهداف النكاح في الإسلام تحصيل الذرية، لأن تحصيل الذرية مقصود في ذاته. النبي يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا أراد أن يتزوج ولكن لا يريد أن ينجب، يبقى بيعمل إيه؟ يريد أن يمنع الحمل. فما حكم منع الحمل في الإسلام؟ الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة. ويجوز في الأمة فقط، تزول الكراهة في الأمة فقط، الأمة اللي هي ملك اليمين. لماذا؟ لأنها لو حملت يمتنع عن بيعها فتضيع عنه ماليته، لأنه إذا عندك أمة ملك يمين، وطبعا هذا غير موجود، دي أحكام كانت قديمة، لو عنده أمة ملك يمين يتسرى بها، فإذا حملت منه لا يستطيع أن يبيعها خلاص، وتصير اسمها أم ولد، فتضيع ماليتها. والأمة في العصر القديم كانت تباع وتشترى، يعني لها قيمة، تعتبر جزء من ماله. فلما كان الحمل يؤدي إلى ضرر في ماله أجاز له الشارع أن يعزل مع الأمة. أما الحرة، المرأة الحرة الزوجة يعني، فإن أذنت جاز بلا مع الكراهة، فإن أذنت جاز مع الكراهة، وإن لم تأذن حرم. يعني إذا المرأة تزوجت، امرأة حرة تزوجت رجل وأرغمها على منع الحمل وهي لا توافق لأنها تريد أن تصير أما، يحرم عليه أن يمنع، أن يعني يأمرها. أما إن أذنت يعني اتفق مع بعض، فيكون الحكم المستقر أنه مكروه، مكروه ذلك. لماذا؟ لأنه لا يبغي ثمرة الزواج المعتاد، وثمرة الزواج المعتاد هو مع تحصيل العفة تحصيل الذرية وإقامة الأسرة ورعاية الأولاد، كل هذه أشياء أهداف من أهداف الزواج. ويجوز بلا كراهة إن كان في الحمل ضرر واضح على المرأة بشهادة الأطباء العلول، يبقى في هذه الحالة يجوز بلا كراهة. إن كان الضرر متيقن يبقى يحرم الحمل، إذا كان مظنون يبقى يكره الحمل، إذا كان متشكك الضرر يبقى يباح منع الحمل. يبقى تختلف المسألة من حالة إلى حالة ومن ظرف إلى ظرف. ثم نأتي بعد ذلك بوسيلة المنع. فالوسيلة التي تمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة تكون مباحة، لأنها لم يتم بعد خلق المشيج، وهو ما يتكون من البويضة والحيوان المنوي. فالوسيلة التي تمنع التبويض تكون أخف ضررا من الوسيلة التي تبيح تكون النطفة ثم تقع، لأن إذا تكونت النطفة كانت بداية الحياة،
فإذا كانت بداية الحياة في مذهبان، لو كان قبل 120 يوما، بعض العلماء يجيزون ذلك وبعض العلماء يحرمون ذلك، لأنه يقولون أن فيها روح، ولكن هذه الحرمة تكون من باب الصغائر لا من باب الكبائر، حتى يصير مدة الحمل 120 يوما، فإذا أسقطه بعد 120 يوما يكون حرام من الكبائر لأنه قتل نفس. وطريقة منع الحمل الآن بالأقراص، الأقراص التي تمنع التبويض اللي هي أقراص منع الحمل، فإذا ثبت ضرر من الأقراص لأنها تؤدي إلى بعض المضار عند بعض النساء كارتفاع في ضغط الدم وزيادة احتمالات حدوث حصوات في المرارة وزيادة احتمالات حدوث دوالي في الساقين وجلطات في الدوالي، وبالتالي لها مضار عند بعض النساء، يبقى هذه الطريقة إذا ثبت أن ضارة تكون في بعض النساء الثابت أنه ضارة لهم يحرم استعمال هذه الوسيلة. وتكون الوسيلة التي تؤدي إلى منع الحمل عدة شهور زي الحقنة التي يعطونها لبعض النساء فتمنع الحمل لمدة 3 شهور وبعدها إلى 6 أشهر تكون أكثر حرمة، لأنها قد دخلت الجسد فإن انبنى عليها ضرر لا تستطيع أن تستخلصها منه. أما الأقراص فيمكن أن تمتنع في أي وقت إذا ظهر ضرر، وبالتالي لا ننصح بذلك طبيا ودينيا بالوسائل التي تؤدي إلى منع الحمل لمدة طويلة. أما استعمال اللوب اللي هو يضع جسم غريب داخل تجويف الرحم، هذا الجسم الغريب يمنع من تعلق المشيج اللي هي التقاء البويضة بالحيوان المنوي، وجود جسم غريب داخل الرحم يقوم يمنع اللي يسموه المصريين اللولب باللغة العامية بتاع المصريات، هذا اللولب جسم غريب ملولو لولب لانه ملولو فيوضع داخل تجويف الرحم فيشغله، فاذا انشغل تجويف الحرم بجسم غريب يمتنع من تكوين النطفة وتعلقها بجدار الرحم. فهذه الوسيلة تكون يعني اذا استوى استعمالها والاقراص بلا ضرر فالاقراص احسن. ليه؟ لان الاقراص تمنع اللقاء اصلا، لكن إن ثبت ضرر من أقراص منع الحمل خصوصا أنها قد تؤدي إلى زيادة حدوث سرطان الثدي عند بعض النساء، إذا كانت لها أم عندها سرطان ثدي، إذا كان عندها أخت عندها سرطان ثدي ثم أخذت أقراص منع الحمل تزداد نسبة حدوث سرطان الثدي في هذه المرأة، وبالتالي يحرم أنها تأخذها. يبقى المسألة تحتاج شيخ وطبيب، تحديد وسيلة منع الحمل محتاجة عالم في الدين وعالم في الطب، لكن ما ينفعش تبقى حكم عام كده تتقال كده على الملأ خطبة جمعة يا جماعة منع الحمل حكمه كذا، ما ينفعش، هذا الاسلوب خطأ. واجاز العلماء منع الحمل في زمن الفتنة وفي بلاد الكفار، بل ذكر الامام الغزالي انه يحرم الحمل في دار الحرب وفي بلاد الكفار مخافة ان يموت هناك ويترك ذريته فينشأ كفارا. يبقى في وسائل اخرى خارجية عن الزوج والزوجة قد تجعل المسألة منع الحمل مطلوب، وهو وجود زمن فتنة، فلا يتربى الطفل تربية طيبة، واذا نشأ في بلاد الكفار يتعود على عادات بعيدة عن الاسلام والمسلمين، فهذا يمنعك انك انت تنجب. فالمسألة تحتاج إلى تفكير، بالإضافة لأن طريقة الأب والأم، هل الأم عندها قدرة على رعاية الأطفال وتربيتهم وحسن تنشئتهم ولا غير صالحة لذلك، سيئة السمعة، بتخرج كتير من المنزل، عملها يتطلب أنها لا توجد في المنزل مدة طويلة، فإذا أنجبت
هتترك اولادها تربيهم في الايه، في الحضانات وبعيد عن رعايتها، فينشأوا متخلقين بسلوكيات غريبة. هذه المرأة اما ان تترك عملها الذي يمنعها من رعاية اطفالها، او تمنع الحمل اصلا حتى لا تقع في ازمة انها تنجب اطفال ولا تحسن تربيته، لان ايضا حسن تربية الاطفال مقصود لذاته، وبالتالي المسألة تحتاج الى رعاية وعناية من الحكومات اولا، ومن الناس ومؤسسات المجتمع المدني ثانيا، ومن الافراد ثالثا، ومن الرعاية الصحية رابعا. فتحتاج الى منظومة كبيرة، موضوع الولادة والحمل ورعاية الاطفال والامومة وغير ذلك، هذا يحتاج الى منظومة مجتمعية كبيرة حتى يستطيع الامة ان يخرج من بينها افراد صالحي لان يمثلوا هذا الدين القويم العظيم، ولا يكونوا سببا لصد الناس عن دين الله. كانت وسيلة منع الحمل ايام النبي وسيلة بسيطة تسمى العزل، وهي الان ايضا تستخدم بطرق العزل اللي هي زي ايه، زي الكندوم وغير ذلك، ان هو بحيث انه يمنع ان يقذف ماءه داخل فرج المرأة باي وسيلة من الوسائل. هذا يسمى في الاسلام العزل، اي يعزل ماءه عن ماء المرأة فلا يتم اللقاء اصلا بين الحيوان المنوي والبويضة. هذه الوسيلة البسيطة اجازها النبي صلى الله عليه وسلم بقيود، اجازها النبي، وكانت تفعل في الاماء دون الحرائر ايام النبي، كانت تفعل في الاماء دون الحرائر، لان الامة اذا حملت ضاعت ماليتها كما قلت في المقدمة. ثم بعد ذلك تعلم ان وسيلة منع الحمل مهما كانت لا تمنع الحمل 100%، لان الله قاهر فوق عباده، وقد تأخذ المرأة الأقراص وقد تضع اللوب وقد يعزل الرجل ثم تحمل المرأة يسبقه الماء، فإن أراد الله أن يخلق نفسا خلقها، ولو فعلت ما فعلت، فالله قاهر فوق عباده. أما الأخذ بالأسباب فده أمر تعبدي، أما نتيجة السبب فبيد الله، له أن يأتي بالنتيجة أو لا يأتي بالنتيجة. ولذا حتى أطباء النساء والتوليد والعاملين في مثل هذا المجال يقولون لا توجد وسيلة تمنع الحمل 100% إلا استئصال الرحم. يعني لما تعمل عملية بقى تشيل الرحم وترميه في الشارع، معلش هنا بقى مش هتحمل، لكن أي وسيلة أخرى غير ذلك ممكن المرأة تحمل مع اللوب وتحمل وتاخد الأقراص وكل حاجة، وهذا واقع ويراه كل الناس في كل أسرة. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. باب حكم العزل بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 17 بعد 603، يقول: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة بل مصطلق، الياباني المصطلق، بل مصطلق الياباني المصطلق، فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة. كرائم العرب يعني ايه؟ يعني ناس من العرب، من قبائل العرب. فاستدل المالكية والشافعية على جواز سبي العربي، والامام ابو حنيفة عنده يحرم سبي العربي لشرفه، يعني حتى لو وقع سبي على العربي لا يصير رقيقا عند الأحناف تكريما لإيه؟ للعرب، لأن النبي عربي، ده مذهب الأحناف.
وهذا الحديث يدل على خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة، منها مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة حين يصبح، كان كمن أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، مش كده برضه؟ من ولد إسماعيل لما العرب الأشراف، فدل على أنه يجوز أن يقع عليه مستبح، يجوز أن يقع عليه مستبح، مش يستحب، يجوز، يعني يصح سبيهم، مش معناه يستحب سبيهم، فهم؟ يعني إذا وقع عليهم أسر يصح أن يكونوا رقيقا ويعامل معاملة الرقيق. هذا في إيه؟ أيام ما كان هذا الأمر متبع. ثم بعد ذلك أصبح أسر الحرب في العصر الحديث لهم قوانين أخرى واتفاقات دولية أخرى، والشرع يجيز هذه الاتفاقات الحديثة لأن الشرع متشوف للعتق. فما حدش يجي بقى يقول لك لا احنا عايزين تاني نوقع عليهم تاني ونرجع الرقيق تاني ونرجع ملك اليمين تاني زي ما بعض الوهابية بيقولوا. يبقى دول لم يدركوا مقاصد الشرع الشريف، أن الشرع متشوف أصلا لإيه؟ للعتق، ومتشوف لتحريم الرق. ولكن لما جاء الإسلام جاء وجد هذا الأمر معمول به على كل وجه الأرض، فلو حرم الرق على المسلمين لصار لا يوجد رقيق إلا مسلم، لأن المسلم ياخد الكافر وحرم عليه يسترقه يوم يحرره، ويتبقى بعد كده الرقيق مين؟ هم المسلمين في أيدي أعدائهم. فعاملهم بالمثل، ثم فتح أبواب العتق بحيث أنه بمرور الزمن بعد حوالي 1000 سنة من الإسلام انتهى الرق على إيه؟ على وجه الأرض بالتدريج كده. يبقى غزونا بل مصطلق فسبينا كرائم العرب، حتى كرائم العرب دي تدلك على ايه؟ الخلاف المذهبي اللي بين ابو حنيفة وبين ايه؟ من لم ايه؟ من اجاز سبي العرب. فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فاردنا ان نستمتع ونعزل، يعني طالت عليهم العزبة يعني قعدوا مدة طويلة بعيد عن زوجتهم وكانوا شباب، وكانت طبيعتهم المناخية والغذائية تجعل الرجل لا يستطيع أن يمتنع عن المرأة مدة طويلة، فطالت عليهم العزبة وعايزين كمان في نفس الوقت أن الأسرى اللي في إيديهم يمسكوهم حتى يفدوهم فيستفيدوا بماليتهم كويس. فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني نعزل زي ما قلت لك لأنه لو حملت لا يستطيع أن يستفديها بمال. فقلنا نفعل يعني نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، يعني أخذك بالأسباب لا يمنع الأقدار، فالمقدر لابد أن يقع. وعن أبي قال حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، يعني متعجب، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، لأن النبي كان يميل إلى التفويض، يعني كأنه ما يحبش أنك أنت تأخذ بسبب وتعتقد أن السبب يمنع المقدور، لأن ربنا سبحانه وتعالى مقدر الأشياء ولا يوجد سبب يمنع قدر الله، لأن الله قاهر فوق عباده.
وعن أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. وكلام النبي هذا يوحي بأنه إيه يعني لا حرج عليكم أن لا تفعلوا، فنفي التحريم لا يرفع الكراهة، نفي التحريم لا يرفع الكراهة، فعشان كده تبقى الكراهة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، علشان كده خدوا منه نهي التنزيه اللي هو الكراهة يعني. الذي يقتضي الكراهة، يبقى نهي التنزيه يقتضي الكراهة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قال قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة، يعني ساعات الحرة المرأة الحرة وقت الرضاع يبقى لا يريد أن تحمل أثناء الرضاع لأن الحمل أثناء الرضاع يقطع اللبن فيضر بالطفل، فيبقى لا يريد أن تحمل أثناء الرضاع فيعزل عن المرأة أثناء الرضاع حتى لا ينضر الطفل بقطع اللبن من المرأة أو تغير طبيعة اللبن بتغير الهرمونات عند الحمل. قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل النوع الثاني تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، يبقى الأمة مش عايزة تحمل لأن الأمة لو كانت زوجة لو حملت وأنجبت أولادها ينزلوا أرقاء، فهو مش عايز ينجب أولاد رقيق لأنهم يتبعوا الأم في الرق، يتبعوا الأم في الرق والحرية ويتبعوا الأعلى في الديانة. يعني لو امرأة كانت مسلمة وتزوجت غير مسلمة هذا الزواج باطل، طب أنجبت الأولاد يتبعوا مين؟ يتبعوا الأم الإسلامية على ولا يعلى عليه، زواج باطل صحيح لكن يثبت النسب لعدم علمها لأن ممكن تبقى البلد ما تعرفش الأحكام. يعني واحدة عايشة في أوروبا دخلت في الإسلام وفضلت متجوزة جوزها ما تعرفش من الإسلام بيقول لها إنها تمتنع عنه خلاص طالما أسلمت، فمين حرية؟ هي مسلمة وجوزها مش مسلم مش مشكلة، تظن ذلك لأنها لا تعرف الأحكام فأنجبت. الأولاد يتبعوا الأمة في الإيه؟ في الرق والحرية وفي الديانة. فهمتوا إزاي؟ وفي الأعلى يعني في الأعلى ديانتها. الأعلى دي يعني طب الأم غير مسلمة والأب مسلم يتبعوا الأب في الإسلام، طب الأم مسلمة والأب غير مسلم يتبعوا الأم في الإسلام، يبقى الأعلى في الديانة لكن يتبعوا الأم في الرق والحرية. فلما كان يتزوج الإنسان أمة يبقى لا يريد أن ينجب منها لأن أولاده ينزلوا أرقاء
رقيق فيعزل، او عنده امة ملك يمين يتسرى بها، ان حملت لا يستطيع ان يبيعها، فبرضه يعزل منها. علشان كده يبقى اسباب العزل في الاماء ان كانت زوجة يخاف انه ايه ينجب منها ابناء ارقاء، وان كانت ملك يمين يخاف ان تحمل فلا يستطيع بيعها. واضح؟ والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، قال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم. عارف بقى لو كان مباح كده حلال حلال زي شرب المية كان النبي قال لهم لا بأس وخلاص انتهينا مثلا، لكن شوف كلام النبي، شوف طريقة لفظ النبي، النبي فقيه يعني فصيح، كلامه فصيح، يقول لا عليكم ألا تفعلوا. شوف كم واحدة لا، يعني حتى من وقعها في الاذن تعرف ان الحكايه فيها حاجه، يعني كان النبي ما كانش يحبها يعني، وطالما النبي ما بيحبهاش واجازها تبقى مكروه. فهمت بقى ازاي؟ طالما النبي ما يحبهاش واجازها تبقى ايه؟ فيبقى ما يبقاش الاباحه، ما تبقاش زي شرب الميه مثلا. فهمت ازاي؟ فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر، يعني اللفظ لا عليكم الا تفعلوا، انا كده شميت رائحه الزجر ان النبي يقول ما تعملوش. والحسن ده اللي هو الحسن البصري. وعن ابي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر، يعني حديث العزل، فقال اياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. محمد اللي هو محمد بن المثنى، ولا محمد بن ايه؟ عن محمد عن ابن عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري. الظاهر محمد ده اللي هو محمد بن سيرين، ده محمد بن سيرين ده. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين. شفت؟ محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين، خد بالك. اولاد سيرين 10 كلهم حافظين القران، 10 ذكور، اوثقهم في الحديث محمد بن سيرين. فهمت؟ لكن هم 10 اخوات ذكور. في برضه لطيفه يا مولانا ان سيدنا محمد بن سيرين يعني استحوذ يعني لقب بافضل التابعين. والسيدة حفصة بنت سيرين ايضا لقبت بسيدة التابعين. اولاد سيرين دول يعني ناس حاجات فخمة. ربنا ينفعنا ببركته. عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا؟ قال نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون الى قوله القدر. وعنه قال حدثنا عبيد الله. شوف كل اللي فات ده عن سعيد بن ايه؟ عن سعيد بن جبير، عن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري، كله عن ابي سعيد الخدري. حديث العزل طرق كثيره بس كلها تيجي لصحابي واحد، ابي سعيد الخدري. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري واحمد بن عبده قال ابن عبده اخبرنا، وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك احدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم، فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. وعن ابي قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه يعني ابن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد، ما من كل الماء يكون الولد. يعني انت فاكر ان الولد بيبقى بكل كميه المني؟ ده المني ده بيبقى فيه ملايين ممليانه بالحيوانات المنويه. ده يوم ما واحد يبقى عنده 200 الف حيوان منوي يقولوا له ده انت حيواناتك المنويه قليله شويه، قليله شويه، 200 الف عايزين ملايين. يعني الانسان العادي يبقى عدد الحيوانات المنويه في قطرات منيه، قطرات المني دي بتتراوح بين 2 سم ل 5 سم مكعب. تصور بقى
من 2 مللي لتر ل 5 مللي لتر. الحيز الضيق ده عايش فيه كام؟ على الاقل مليون حيوان منوي، ده لا في الانسان الرجل العادي يعني. مليون عايشين قاعدين عايشين ايه؟ ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويتحركوا ويلعبوا وكل حاجه، سبحان الخالق. شوف الحيز ضيق قد ايه، واخد. وبعدين يتم الحمل منين؟ من واحد فيهم بس، واحد فيهم، يخلق ما يشاء ويختار. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس من كل الماء يتم الحمل، ده انت واحد يفلت بس من الملايين دي، خلاص تم الحمل، انتهينا. فهمت؟ انت عايز تمنع، ممكن يعدي قطره تسبق القطره دي، هيبقى فيها 200 300 الف يعني، خلاص هتبقى الحكايه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني دي كلها دي اعجازات طبيه على فكره، ما كانش حد يعرف المعلومات دي الا حديثا. فقال ما من كل الماء يكون الولد، واذا اراد الله خلق شيء لم واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. طبعا. وعن ابي قال حدثني احمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية. أول حديث بقى عن واحد غير سعيد بن الخدري، جابر هنا، خد بالك. اول حاجه بقى ايه غير سعيد؟ عن ابي سعيد هنا عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جاريه هي خادمنا وسانيتنا، يعني عنده جاريه ملك يمين بتخدمهم، تطبخ لهم، تغسل لهم، وفي نفس الوقت بتجيب لنا الميه، سانيتنا يعني تسقينا، تجلب الينا الماء. ما كانش عندهم حنفيات في بيوتهم، فكانوا يضطروا ايه يجيبوا الماء من الابيار، فدي ثانيتنا يعني تأتينا بالماء يعني. فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا وأنا أطوف عليها، يعني ساعات إيه يستمتع بها لأنها ملك يمين، وأنا أكره أن تحمل. فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر له. فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت. هو بيعمل كل الاسباب لكن ربنا يعني يريد انها تحمل. فقال ان الجاريه قد حبلت. فقال قد اخبرتك انه سياتيها ما قدر له، ما انا قايل. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن سعيد بن حسان عن عروه بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. الرواية دي بتبين إن هو اللي كان بيعزل، الرواية الأولانية كأن النبي بيقول له اعزل، فيبدو إن الرواية الأولانية بالمعنى، فالنبي لا يأمر بمكروه. فالرواية الثانية هي الحقيقية، ان هو اصلا جاي للنبي يقول له ده بعزل عنه، لان الرواية الاولانية بينت ان النبي كأنه هو اللي قال له اعزل. فهم؟ والنبي لا يأمر بمكروه، تاخد بالك. الرواية الثانية صححت المسألة، فهمتنا ان الرواية الاولى بالمعنى، رواها الراوي بالمعنى. فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسول، لأنه قال له إيه؟ إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله، قال له كده إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. وعن أبي قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض ابن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. سفيان اللي هو قال إن الرجل قال للنبي أنا بعزل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر
قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يقصد ايه؟ كنا نعزل في عصر النبي، يعني القرآن بينزل في عصر النبي، ولو كان حراما لنزل قرآنا يحرم. ادي معنى كلامه، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يحرم. فهم؟ زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه نهي تحريم يعني لنهانا عنه القرآن، والمقصود هنا نهي التحريم. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، يعني لم يجزم بالنهي. يعني أنا لم ينهنا يعني إيه؟ لم يجزم بالنهي يعني لم يحرمه، ولكن بقيت الكراهة. باب تحريم وطئ الحامل المسبية. لو إنسان سبى امرأة، معروف ان الحرة لا تتزوج وهي حامل حتى تضع حملها، مش كده برضو؟ يعني لو واحدة مات عنها زوجها وهي حامل لا تتزوج حتى تنقضي عدة الوفاة وتضع حملها، مش كده برضو؟ او طلقت وهي حامل لا تتزوج غيره حتى تضع حملها، معروف كده؟ طيب في السبي بقى، سبى امرأة صارت ملك يمين. طبعا الامثله دي ملهاش واقع دلوقتي، لكن احنا بندرسها عشان نفهم بس. جات لامراه مسبيه وصارت ملك يمين تحت يده، عليه ان يستبرئ رحمها اولا، فتمر عليها حيضه، لازم تجي لها حيضه وتطهر منها. فهمت ازاي؟ ينتظر حتى تاتيها حيضه حتى يستبرئ رحمها، يعني يطمئن انها ليست حامل. ثم تطهر من حيضتها، ثم بعد ذلك له ان ايه؟ ان يستمتع بها. طب افرض ان هو جات له حامل جاهز كده، يحرم عليه ان يطأها حتى تضع حملها. فهمت ازاي بقى؟ يحرم عليه وطأها حتى تضع حملها. ليه؟ ليه؟ ما هي حامل، ما معروف انه مش منه. بس خد بالك، لان ممكن حملها يطول 6 اشهر، وعندنا اقل مدة حمل 6 اشهر، فاذا وطئها ووضعها بعد 6 اشهر نسب له ويبقى مش ابنه، ينسب له شرعا ويبقى مش ابنه حقيقة، فكده تختلط الأنساب. فعشان ما تختلطش الأنساب قال لا، حامل امتنع عنها لحد ما تضع. ما احنا مدة الحمل عندنا أدناها 6 أشهر وأقصاها كام؟ 4 سنين. طبعا الوقت نادر، الوقت أطباء الناس يقول لك احنا ما سمعناش 4 سنين دي، ما سمعناش. نقول لهم خلاص معلش، أنتم ما سمعتوش، يعني كونك لم تسمع ليس معناه أنها لا توجد. يعني انت رحت لحد التبت وشفت ده في قبائل عايشه ما حدش دريان بيها، لكن الامام مالك ابن انس نفسه امه حملت فيه 4 سنين. في اكتر من الامام مالك شهره، مده حمل الامام مالك في بطن امه 4 سنوات. شفت قد ايه؟ لدرجه يقول لك نزل وكانت سنته ايه؟ قربت تطلع. يبقى وقعت، طالما تقع فاعتبروها. طبعا نادره الوقوع. الوقت القانون المصري خدها عن طريق الاطباء 12 شهر القانون المصري اقصى مده حمل 12 شهر لانه خد راي الاطباء قالوا له لا والله احنا ما سمعناش حكايه سنه واربع سنين وبتاع، طب خليها 12 شهر وخلاص. فهمت ازاي؟ لكن ادنى مده حمل ايه؟ 6 اشهر. فممكن ياخدها حامل مسبيه حامل فيطأها ثم تضع بعد 6 اشهر، يبقى في احتمال يكون ايه؟ الولد طالما بقت وقع الوطء ومر 6 شهور ووضعت، يبقى الواد ده لاخر واطئ، لاخر من وطأه. فهمت ازاي؟ فينسب له وهو ليس ابنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن توطأ الحامل ايه؟ المسبيه حتى تضع حملها فيستبرئ رحمها بوضع الحمل. فاهم؟ بعد اذنك يا مولانا. ايوه. ممكن الراي ده يعني نخفيه عن الناس حتى لا يترتب عليه اضرار؟ لا، احنا لينا القانون، احنا بنحكيه، بس بنحكيه لانه منصوص، ما تخفيش علم، ما عندناش عوارات، احنا ما عندناش. مش قصدي كده، عشان ما يفتحش اصل دي لبعض لا ابدا، دي ادلتها الوقوع، اصل الحاجات دي ادلتها ايه؟ الوقوع، انها وقعت ايامهم، وشافوا ست حملت 4 سنين ووضعت بعد 4 سنين، شافوا كده.
فقال لك خلاص يبقى اقصى مده حمل 4 سنين. فهمت ازاي؟ يعني هي ادلتها مش الشرع الشريف، النبي مش اللي قال كده. ما انا فاهم يعني وقعت ادلتها نادرة الوقوع، لكنها نادره الوقوع. نعم. فهمتني بقى ازاي؟ ادي الحكايه. يعني ده الواجب النفقه، ده وجوب النفقه، بيحدد هنا مده وجوب النفقه. واضح؟ مده وجوب النفقه. لكن كونها وقعت ولو نادرا ما نمنعش الوقوع. ما انت ده في برامج اسمها مواقف وطرائف يجيب لك فيها الحاجات النادره. فهمتني ازاي؟ اهو دي نادر، حصل نادر. فهمت دي المساله؟ لكن على اي حال دلوقتي القانون المصري خلاها 12 شهر مثلا، خلاص اقصى مده حمل. ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. ليه؟ لان لا يوجد فيها نص من الشارع، ده متروكه للحياه وللواقع وللاستقراء. يعني ما فيش نص من الشارع اقل مده حد قد ايه او اقصى مده حد قد ايه، ما فيش. لكن استانسوا ان اقصى مده حد 15 يوما من قول النبي تقضي شطر عمرها لا تصلي. شطر عمرها، قال لك الشطر النصف، يبقى بتصلي نص شهر وحيد نص شهر، فيبقى اقصى مده حيض ايه؟ 15. خدوها من هذا. لكن اقل مده حيض بالاستقراء، الامام الشافعي راح اليمن سال، ولما راح العراق سال، وعاش في الحجاز سال، وجاء مصر هنا سال، فوجد ان اقل مده حيض يوم وليد. يبقى المراه لو شافت قطره دم وما اتكررتش وعدى اليوم وليله وما نزلش تاني، يبقى دي استحاره مش حيض. يبقى تصلي وما تغتسلش. فهمت ازاي؟ جابوها منين؟ مش من الشرع، من الوقوع، من الواقع. لان ربنا له كتابان، كتاب مقروء وهو الشرع الشريف، وكتاب منظور وهو الكون. فهمتني ازاي؟ فالكون انت بتستمد منه احكام برضه. انا شفت سيدنا من قرايبي حمل اكثر من 3 سنوات. طيب هو واحد من الصومال اهو. شاف. فهمت ازاي؟ اكتر من 3 سنين شافها وعايش معاه. بس دي حاجات نادره، يعني اما تجيب مثلا ملايين ممليانه من النساء تلاقي واحده كده كل 20 مليون واحده تحصل فيها الموقف ده، ما يجراش حاجه. باب تحريم وطء الحامل المسبيه. وعنه به قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، يعني حامل قاربة الوضع، يعني حملها بين. يعني عارف حامل مجح؟ يعني وهي ماشية كده كل الناس شايفينها عارفين إنها حامل. بتبقى المرأة في آخر حملها ليها ماشية معينة وليها إيه حالة معينة كده، عشان إيه؟ طبعا حملة. فإيه؟ فأول ما شافوها كده دي اسمها مجح، حامل بامرأة مجح، يعني حامل قاربة الوضع على باب فسطاط. فقال: لعله يريد أن يلم بها، يعني واخدها وداخل إيه؟ حجرة. باب فسطاط يعني خيمة. قالوا: إيه ده؟ واخد واحدة حامل وهيخش يجامعها، ده ولا إيه المصيبة دي؟ فهم؟ فقال: لعله يريد أن يلم بها. فقالوا: نعم. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ فهمت؟ يعني كيف يورثه؟ لأنه لو وضعت بعد 6 أشهر هيبقى ابنه ويورثه، وفي نفس الوقت مش ابنه، هيعمل لنا مشكلة فقهية. وكيف يستخدمه ولا يحل له؟ ويمكن يبقى ابنه وبعد كده يستخدمه، واخد بالك ازاي؟ على انه ابنه وهو لا يحل له انه يستخدمه، على انه ابنه. فهمت ازاي؟ يعني يستلحقه له. فهمت؟ فالاحسن الانسان يستبرئ رحم المراه قبل ان يطأها. ادي المساله، سواء كانت امه او كانت حره في الزواج. وطبعا الاماء دلوقتي الحمد لله خلصنا منه، ما بقاش عندنا اماء. الوهابيه كانوا يقولوا بعض دروسهم لتلامذتهم في العصر الحديث ده، يقول لهم: احنا عايزين نحل مشكلة الزواج اننا نرجع نحارب الكفار تاني وبعدين نأسرهم ويبقى عندنا ملك يمين، ويبقى كده الشباب اللي مش لاقي يتجوز بقى عنده ملك يمين. تصور الكلام المضحك ده بيتقال، والله بيتقال في العصر الحديث ده. قالوا الوهابية لانهم يعني مش مدركين تغير الواقع ولا تغير العصر ولا مقاصد الشريعة. قروا كم كتاب وربوا دقنهم وفهموا ان هم علماء، وهم مش علماء. ما دي المصيبة.
ادي ميزه العلم في الازهر، ان في العلم في الازهر الشريف اللي خلى العلم بره مؤسسه علميه معتمده خده بنفسه كده، بيغيب عليه امور عجيبه الشكل، منها مقاصد الشرع الشريف نفسه. وبعدين نحارب مين؟ والوقت حتتقنا هتطلع كده 20 شاب يروحوا يحاربوا امريكا ويسبوا بنات امريكا ويبقوا ملك يمين؟ يعني هل ده واقع الوقت؟ هل الحرب الوقت بنركب السلاح، بنركب الفرس ودريجيت دريجيت وبعدين نعمل واحنا عايشين في قبائل في الصحراء؟ هي الحروب الوقت بقت كده كانه يعني مش مدرك الواقع خالص. حاجه غريبه دي الشكل. والله تسمعها كده وجايبين على اليوتيوب مقاطع. انا شفتها على اليوتيوب مقطع يعني استعجبت قوي. يقول لك ده احنا نحل مشكله البطاله والفقر وعدم الزواج اننا نروح نحارب الكفار وبعدين نأسرهم وبعدين ناخد بلادهم وبعد الله انت عايز تعيش زمن الصحابه بقى؟ ما كانش عندهم اسلحه ولا طيارات ولا كان عندهم ايه اسلحه ذكيه ولا كان عندهم قنابل ولا عندهم حاجات غريبه الشكل. فربنا ينجينا. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود جميعا عن شعبه في هذا الاسناد. باب جواز الغيله وهي وطء المرضع وكراهه العزل. كان فيه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني احكام كده متوارثها الناس والاجيال، احكام طبيه ولكن ثبت ان الطب يخالفها. يعني العرب كانوا ايام النبي يفتكروا ايه؟ ان المرأة اذا جامعها رجل وهي ترضع ان ده يضعف النسل، يضعف الاولاد، سموه الغيلة. فكانت المرأة المرضع لا يجامعها الرجل. فهمت ازاي؟ فهذه القاعدة كانت مستقرة في ذهن العرب. ما اعرفش مين اللي جابها لهم. يمكن بقى ايه اليهود كانت ساعات تسير كده بعض الايه الحاجات الغريبة وكانوا عايشين مع العرب سنوات طويلة، فكانوا يقولوا زي ما قالوا لهم برضو ان اللي ياتي المرأة من في قبولها من دبورها يجي الواد احول. كانوا مطلعين اشاعات كده غريبه الشكل. فالمهم دي من ضمن الاشاعات انه من ياتي زوجته وهي ترضع ده يضعف النسل وسموه الغيله. الغيله لانه النسل يطلع ضعيف. فهمت ازاي؟ فكاد النبي ان هو يقرهم على هذا. وبعدين النبي سال، شوف النبي هو بياخد الاحكام الواقع. النبي بيراعي الواقع والكتاب المنظور. سأل قال طب وايه وبني الاصفر الروم بيعملوا كده؟ قالوا له لا ما بيعملوش كده، اولادهم بيطلعوا اقوياء، بيجمعوا زوجاتهم وهم بيرضعوا اولادهم بيطلعوا اقوياء. قال خلاص يبقى احنا ايه ما نمشيش على الحكايه دي. يبقى النبي اخذ بالواقع دليل شرعي. فهمت ازاي؟ علشان كده الشافعي عنده يقول لك الايه العدم محكمه، اللي هو الاخذ بالواقع. العادة محكمة من أصول مذهب الإمام الشافعي، جابها من الإيه من الحاجات دي كلها. النبي هو علمنا، النبي علمنا إزاي نستقرئ الواقع ونستقرئ الأحداث ونستنبط منها أحكام دينية في الدين. باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وعن أبي قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. ليه؟ لأن العرب كان عندهم في طب العربي أن الغيلة تضعف. لقد هممت يقرهم حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال، جذامة مش ذذامة مش بالذال يعني. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. هممت يعني قاربت أن أقرر ما عند العرب من حكم طبية قديمة متوارثين كويس، لكن لما النبي أراد أن يختبرها بالنظر للواقع فعرف أن فارس والروم ما بيعملوش بيها وأولادهم أقوياء يبقى خلاص ما تعملوش بيها.
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. التسمية دي تدل على الكراهة، ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤودة سئلت. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة، غير أنه قال الغيال بدل ما يقول الغيلة قال الغيال. وقلنا الغيلة أن يجامع امرأته وهي مرضع، أدي معنى إيه الغيلة. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش ابن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها، يعني لا يريد إن هو إيه إني أعزل عن امرأتي يعني وهي مرضع. يبقى فهمنا هنا وهي مرضع يعني، واضح؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها الذين ترضعهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا، إن كان لأجل خوف الضعف الذرية يعني الأولاد فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم. يعني هناك في إيران وهناك في أوروبا قاعدين بيعملوا كده مولادهم أقوياء كويسين، ليه يا عرب انتوا تمشوا في أوهام وتسيروا خلف الأوهام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لإزالة الأوهام كلها المتعلقة بالعقائد والمتعلقة حتى بالعادات والمتعلقة حتى بالعبادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. ونقف على كتاب الرضاع، كتاب الرضاع بفتح الراء، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.